بخصوص إذا أنا بطالب بحضانة بنات ولا ما طالب بحضانة بنات، مو شغل أم اللي ياب أمكم، ما حد له شغل حبايبي، سمحوا لي يعني أنا أتكلم معكم بالطريقة. أوكي، عائلتي قلت لكم طلعوها برا الموضوع، بناتي عيالي هالي ترى مايا من وراهم إلا ويا من وراكم إلا عوار الرأس. لا تحرق قلبها على البنات، ليش لما هي حرقت قلبي وانا كان شيء عادي؟ القانون يمشي على الجميع، سمعتوا؟ البنات انا احب اقول لكم انهم بخير وبصحة وسلامة، انا لحي ما تواصلت معاهم، بس ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الرزاق ان في اقرب فرصة راح احقق الامنية اللي قلت لكم اياها واجمع الخمسة مع بعض في صورة واحدة وراح انزل لكم اياها. أنا والله العظيم إن ما ودي لا أحرق قلب أحد ولا إني راضي، بس أنا قلبي محروق وحقي، وإن شاء الله يا رب إن ربك يقدر اللي كاتبه رب العالمين هو اللي بيصير.